أعزائي من مكان اللي يعتبر نموذج لفولك نوح، أنا موجود مع دكتور ناجي اسكندر. أنت شخص طبيب جراح 30 سنة في مستشفيات إنجلترا، عرف لي شوي عن نفسك. أنا شخص مؤمن، عرفت الرب وأنا في سني حوالي 8 سنوات، وابتديت أقرأ الكتاب المقدس وأثق في كلمة الله. لقيت في تحديات كتيرة بتواجه كلمة الله، خاصة الخليقة والطوفان ومجيء المسيح وقيامة الرب يسوع، فبديت أدرس هذا الموضوع بشيء من التفصيل. أنا بلاحظ أنك أنت كرست كل حياتك لهالموضوع، هذا موضوع الإصحاحات الأولى من سفر التكوين. ليه؟ لأن ده الجزء اللي العالم بيهاجمه بصورة شرسة جداً. فبالنسبة للخليقة بيقولوا إن إحنا ما اتخلقناش، إحنا جينا من تفاعلات كيماوية، دي مجرد ناس عايزة تقول إن الله غير موجود، وبيرفضوا فكرة الطوفان العالمي، بيرفضوا المجيء الثاني للرب يسوع. كل هذه الحقائق موجودة في الأصحاحات الأولى من سفر التكوين.